ومن الفوائد أن هذه الآية ذكرت قسمي الربوبية، قسم الربوبية قسمان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة أنه جل وعلا رب للجميع، للكافر وللمسلم، رب لكل المخلوقات. الربوبية الخاصة هو جل وعلا رب للمؤمن، كما أنه ربه باعتبار الربوبية العامة فهو ربه باعتبار الربوبية الخاصة، بمعنى أنه يغذي قلبه بالإيمان وبالخير وبالهدى. فهذه الآية جمعت بين قسمي الربوبية، الربوبية الخاصة في قوله ربه إذ قال له ربه، وربوبية عامة قوله أسلمت لرب العالمين.